وفي الوقت الذي يواصل فيه القطاع مواجهة خطر المجاعة، قام متطوعون بتوزيع المساعدات الغذائية في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة. واصطفت حشود من الأطفال مع عائلاتهم للحصول على الطعام المعد في أوان كبيرة لتوزيعه على السكان وسط الطرق والمباني المتضررة. بالرغم من الحصار والبيوت المدمرة والأطفال والأبرياء الذين تم قصفهم، إلا أننا نعاني من قلة الأكل والمشرب والماء، حتى سيولة الماء. بموت الأطفال من قلة الأكل ومن قلة الشرب ومن قلة الكهرباء، وفش مسكن يؤويهم لدرجة في المستشفيات بموتوا. إضافة لذلك يا أخوان، إحنا هنا مش لاقين كمان سيولة لا ما نشتري الأكل أو الشرب، فنادرا بتلاقي فاعل خير كل شهرين مرة كل ثلاثة.